عليكم ورحمة الله وبركاته كيف شباب معكم فوتو جيم رحمة القحطان من قناة ريبيا اللي جيناكم بالحلقة الثانية من شرح مونت اند بليد بانر رولد اعتذر عن التأخير لكن والله العظيم اني متبهذل مع سالفة كورونا والحجر الصحي هذا. آه ما لكم بالطويلة راح نستكمل بإذن الله شرحنا وراح نشرح حاليا البداية إلى أن تبني القوة قوة متوسطة ليست قوة جدا عظيمة وما راح تنضم للدولة في هذه الحلقة إن شاء الله الحلقة الجاية راح نشرح كيف تنضم للدولة وكيف تصير جيش رسمي فيها. لكن حاليا البدايه وكيف تجميع الفلوس وكيف تجميع الجنود طبعا قبل ما تبدا لازم تروح تشيك على الكاركتر حقك المهارات عندك تبدا توزعها، طبعا بالنسبه للدروع هذه، الدروع هذه هي مهارات خاصه داخل السكلات حلو أه تختار، يعني مثلا عندنا التريدر تختار اللي تحت وتختار اللي فوق، طبعا بعض الدروع هذه شغاله وبعضها لا، لكن اهم شيء عندي بالتريدر ليش قلت لكم وصل خمسة 25 المهارتين هذه المهاره اللي فوق راح يعطيك فرق السعر بالاسلحه والدروع والمعدات العسكريه تقريبا والمعدات بشكل عام واللي تحت راح يعطيك فرق السعر في اللي هي الموارد اللي هي مثل الاكل الحديد الخشب القطر الامور هذه فانا انصح الصراحه انك تختار اللي تحت عشان اذا ودك تشتغل تاجر فهذه افضل شيء لك ثم راح ننتقل الان الى قائمه المهمات زي ما تشوفون عندنا مهمتين المهمه الاولى هي المهمه اللي تقريبا راح تخلصها وانت تلعب وهي اهم شيء انك تركز عليها في البدايه وهي سهله انك توصل مبلغ 2000 دينار انك تجمع جروبك وتخليه 20 شخص وانك توصل الكلان تير حقك لليفل واحد وجدا سهله هذه وانك تاخذ واحد من الكمبانيين بالنسبه لك يكون معك واحد من الهيروز الكمبانيين. المهمة الثانية عندنا اللي هي المهمة الأساسية حقت القصة ما راح نتطرق لها أبدا لكن راح أشرح لكم كيف راح تعرفون الأشخاص اللي لازم تكلمهم. موقعك في البداية اللي راح ترسم فيه راح يكون تقريبا منتصف وسط الخريطة. فتقدر تقريبا تنتقل لجميع المناطق، أنا الصراحة أنصح أنك تنتقل لمناطق العرب لأنها أحسها أسهل بالنسبة للمناطق الثانية، الشمالية أنصح أنك تبتعد عنها، مناطق البتانيه والمناطق الغابات هذه ابتعد عنها وحاول أنك قدر المستطاع لما تمشي تبتعد عن الغابات لأنها تبطئك، والثلج في نفس الوقت أنه يبطئك، فأنت في البداية ما ودك أنك تشتبك في معارك كبيرة ومعارك يعني صعب الفوز فيها. أهم شيء عندك أنت حاليا في البداية اللي تركز عليه اللي هي ثلاث حاجات، أول شيء فلوسك أنها ما تنقص وتدفع رواتب الجنود اللي معاك والشي الثاني اللي هو الأكل أنه ما يخلص أكلك وتقدر تأكل نفسك وتأكل الجنود اللي معاك والشي الثالث أنك ما توقف معارك تحاول قدر مستاع أنك ترفع المورال حقك هذه هي اهم ثلاث نقاط لازم تركز عليها وبداية اللعبة ما راح يكون لك وقت للراحة انك تستريح وتتمشى في الخريطة لازم تقعد شغال معارك شغال مهمات شغال بطولة طبعا حاليا ما راح اشرح بالترتيب لكن تقريبا راح اوريكم اسلوب لعبي انا في البداية وكيف يكون افضل شيء طبعا راح تبدا قريب من مدينة بورس حاول انك تنتقل مدينة بورس طبعا في ستايل معين لبعض اللاعبين يعني زي مثلا انا مثلا ماخذ حاليا تقريبا الارشر فعندي هنا ستة لوتر اقدر انا بما اني شخص الحالي سريع اقدر اواجههم لحالي بسته في تكتيك بسيط اذا انك لحالك وتقدر تلعب بالحالك ضد اللوتر ذا واقول لكم ليش تحتاج انك تلعبها من حالك هذا هم بدينا في ميدان معركه تقدر تضغط الت وتقدر تشوف مكان العدو انواع الكلاسات اللي عنده حاليا المعركه بسيطه ضد اللوتر فما راح تشوف تشكيل كبير لكن راح يوضح لك الخياله والاسهم وكم السبير عندهم او فرق المشاة حاليا دائما حاول انك تتجنب احجار اللوتر وحاول تلف عليهم بشكل دائري عشان ما يضربونك وحاول انك تقرب ولا تقرب بشكل كبير عشان لا تنضرب لكن يوقفون الرمي وابدا الرمي في البو الرمي بالبو حاول انك تشيلهم سريع سريع زي ما تشوفون حاليا لفلنا لاننا حالنا جالسين نضرب بالجنود ومع استخدام المهارات انك تستخدم مهاره الشيل تستخدمها زي ما تشوفون حاليا احنا جالسين نستخدم مهاره البو جالسين نستخدم مهاره الارشر وجالسين تلفل عندنا انتهت تقريبا حاليا من المعركه هل ترى تقريبا باقي لها ربع لان خاطرنا الصراحه فليش تدخل لحالك ضد مجموعه لوتر ليش ما تجند لك في لها كم فايده مهمه الفايده الاولى راح يزيد عندك الرينو بشكل جميل جدا لانك دخلت لحالك ضد عدد كبير والشيء الثاني انك ما راح تحتاج انك تصرف على جنود في الفتره الاولى هذا ستايل لعب في ناس يستخدمونه انا الصراحه استخدم ستايل اللعب هذا لكن ما انصح فيه المبتدئين باللعبه عشان تكون سهله لهم اللعبه في البدايه طبعا بعد ما تخلص المعركه تقدر تاخذ اسره بعض المعارك فحاول دايما تاخذ الاسره وتبيعهم في الحانات راح اشرح لكم بعد شوي كيف طريقه البيع في البدايه حاول تاخذ اي لوت موجود في اللعبه وتقارنه بلوتك وتبيعه بعدين طبعا حاول انك تقارن دائما بالاغراض اللي تاخذها من اللوتس حتى في البدايه لانك ودك تاخذ درع اقوى وافضل لك في عندنا بعد بعض الاسلحه زي هذه تشوفونها مكتوب على اليسار تحت بلنت بلنت يعني تصيب ما تقتل فتخلي العدو اللي قدامك يغمى عليه فهذه مفيدة حاليا في البداية انك تحاول انك تستخدمها في آخر المعركة، إذا بدأوا ينسحبون الجنود وتبدأ تصيبهم عشان تاخذها واسرة وتبيعهم، طبعاً هذه تختلف من ستايل لاعب للاعب، برضو ما انصح فيها في البداية لأنها خطرة الصراحة، واحتمال انك تصيب، فأفضل انك تبقى على البو وتبدأ تضرب فيه، وإذا بقى واحد أقل شيء أو اثنين، أو إذا بدأوا ينسحبون الجنود اللي قدامك، حاول انك تستخدم البلانت عليهم عشان تأسرهم. انتهينا من المعركة، زي ما تشوفون حالياً الهيلث عندي ناقص وراح يبدا يزود مع الوقت افضل طريقه انك تزود فيها الهيلث وترفع في نفس الوقت مهاره المدرسه للعلاج عندك انك تروح المدينه وتقعد تريح فيها زي ما تشوفون حاليا احنا وصلنا المدينه عشان تبيع الاسره تقدر تروح للحانه وتقدر تضغط على الزر هذا ويبيع جميع الاسره اللي عندك لكن في حال وجود اسره مجموعات كبيره عندك ودك انت تبيع بعضهم وبعضهم لا تقدر تدخل على الخيار هذا اللي دخلناه وتسحبهم على اليسار وتبيعهم طبعا السعر راح يكون بسيط لكن شيء افضل من لا شيء طريقه المشاركه في البطولات بسيطه جدا تدخل على زر ارينا وراح تشوف البطوله دام موجود الخيارات هذه اللي زي كذا موجود زر جوينت تيرميننت راح تقدر تشارك في البطوله لكن حاليا احنا ما راح نشارك في البطوله لان هلث ناقص راح يدخلنا بهلث ناقص في البطوله فننتظر في المدينه هذه فانتظرنا المدينه راح نروح للتاجر ونبدا نبيع الاغراض اللي معانا راح نبيع اللي هو الملابس حقتهم والسكينة الصغيرة طريقة الانتظار في المدينة اللي هي wait here for some time تضغط على هذا الزر وتبدأ تنتظر طبعا الاختلاف بينها وبين ورباند في هذا الجزء ما راح ياخذ منك فلوس أبدا زي ما تلاحظون هنا عندنا الهيد جالس يزود وفي نفس الوقت مهات المدينة جالسة تزود بما أننا نتعالج داخل المدينة فحاول انك تركز دائما انك تتعافى داخل المدن زي ما تشوفون حاليا تقريبا تعافت شخصيتنا راح ننتظر الصباح عشان نقدر نشارك في البطولة البطولات فقط تفتح في الصباح والارينا تفتح في الصباح بالنسبه لك هذه البطوله موجوده راح نذهب جوين ثم جوين للبطوله ايش فائده البطوله البطوله لها فوائد عده اول فائده اللي هي الجائزه الاخيره راح يعطونك جائزه اخيره في حال انك فزت في البطوله في منها سيوف في منها خيول في منها جمال في منها دروع في منها خوذ وفي الفائده الثانيه اللي هو الرهان تقدر تراهن على نفسك في حال حالك في فزت بطوله راح تاخذ مبلغ جميل جدا الفائده الثالثه راح يعطونك تقريبا ثلاثة ريناو اللي هي الشهره ما تسوى مره كبير لكن فائده يعني بشكل كويس والفائده الاخيره اللي توهم اضافوها الان قبل ما ابدا التصوير في الحلقه هذه نزلوها بالتحديث اللي هو التلفيل راح تقدر تلفل وانت في البطوله اول للاسف كان طريقه غبيه انك لما تشارك في البطوله وتبدا تقاتل ما راح تلفل شخصياتك لكن الان الحمد لله فالبطوله راح تقدر تلفل شخصيات طبعا زي ما تشوفون حاليا كل دوله ترى لها طرق بطولاتها الخاصه فيها وفي نفس الدوله برضو انت وحظك تصير يعني زي ما تشوفون حاليا تقريبا راح يكون نظام 4 ضد 4 فري فور اول فخلونا ندخل البطوله راح يكون توزيع الاسلحه بشكل عشوائي في البطوله حاول انك دائما تشيل عدائك وفي حال انك كان الطور فري فور اور اعرف انك اذا انت وصلت ثاني فريق فاعرف انك فائز. تقدر تشوف على اليسار الفرق اللي موجوده حاليا وايش الفرق اللي باقيه وكم عضو باقي. يفضل في البدايه اذا كنت متمرس في اللعبه حاول انك تشيل في البدايه اللي هم الشخصيات المدرع والشخصيات القويه عشان تتجنبهم في النهائيات. طبعا زي ما تشوفون السلاح اللي معاي له مهاره خاصه ممكن الناس يعرفونها. زي ما تشوفون القائمة الصغيرة اللي على اليمين طالعة اللي هو صورة خيل ومعاه رمح تضغط عليها زر اكس وراح ينزل لك الرمح بشكل تلقائي هكذا طبعا لازم تكون سريع وتركض بالخيل وراح ينزل الرمح زي كذا وما راح يحتاج تضرب راح تروح فقط تصطدم بالعدو اللي قدامك وراح يموت العدو من ضربة واحدة لعل عسى انا اندبقت اوكي حاول انك دائما تستفيد من الاعداء اللي حولك وانهم يشيلون الاعداء اللي عندك يعني زي ما تشوفون حاليا احنا بقينا فريقين فاحنا ضامنين التاهل لكن ما يمنع انك تروح وتجلد اللي قدامك عشان تلفل وتبرد قلبك طبعا بعد ما تهزمهم في اهم نقطه اللي هي تيباك 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 اوكي <applause> <applause> طبعا الرهان تقدر تراهن زي كذا ترفع السعر وتسوي اكسب لكن انا ما انصح فيه حاليا في البدايه لانه مخاطره ما لها سالع ما تدري وش اللي يصير قدامك ويمكن تموت طيب نقول ان شاء الله الان تقدر تضبط معنا اللي هي حركه الاكس اللي ودي اوريكم اياها تحاول انك تلف وتركض وتعطيك تكون على سرعه تضغط اكس تجي تشطف اللي جنبك بضربه واحده يموت تجنب الخيال اللي مثلك برماح في البدايه حاول انك تشيل على رجولهم عشان تستفيد منهم قتال واحد ضد واحد دائما يكون صعب وفي تكتيكات كثيره وسيناريوهات كثيره الناس يستخدمونها في طريقه صد وضرب زي ما تشوفون حاليا وفي تكتيك اللي هو ضربه الدرع نعطيه استن وتضرب لكن هذه ما تضبط دائما افضل تكتيك انا اشوفه لكن ما انصحك في البدايه تحاول تسويه يعني لانك محتاج الفوز محتاج البطولات اللي هو تقعد تدور على الشخصيه اللي قدامك وتضرب انا حتى بعض الاوقات يضبط معي وبعض الاوقات لا تقعد تدور حوالينا وتضرب زي ما تشوفون انتم اللي قدامي مدرع فالدمج يكون بسيط طبعا انت لو دخلت بطول راح تدخل بدرعك الاسلحه راح تكون جميعكم متساويين فيها لكن الدروع راح تختلف بينكم زي ما تشوفون حاليا وصلنا للنهايه واللي قدامي شخصيه جدا مدرعه وانا جايه بثوب زي ما تشوفون الدمج جدا بسيط جدا بسيط بسبب الدرع اللي قدامي لكن احنا راح نحاول نسوي سبام عليه عشان يموت وفي طرق كثيره الناس تستخدمونها لكن انا اشوف هذه انفع طريقه بالنسبه لي لكنها خطيره في نفس الوقت يعني انا اضرب 10 ضربات وهو يضربني ضربه ب 10 ضربات خسرنا في البطوله حاول انك دائما لا تتحطم في حال انك خسرت بطوله او خسرت مهمه او خسرت معركه لا معركه تحطم لكن بطوله ومهمات لا تتحطم لانك ما راح تكون خسرت شيء فقط ضيعت وقتك هذه هي. هنا زي ما تشوفون خلصنا شغلنا في المدينه هذه نبدا ننتقل للمدينه الثانيه وحاول انك دائما تشوفون لك طريق تقعد تمشي عليه، في هنا 14 لوتر ما ودنا نشتبك معاهم لكن زي ما تشوفون، احنا حاليا لحالنا فسرعتنا تقريبا 8.2 وهم سرعتهم 4.2، فانت سريع بالراحة وتقدر تنحاش منهم، وتقدر تتجنب المعارك اللي ما لها سنة. المدينة هذه فيها بطولة نبدأ نشارك في البطولة الثانية. اوكي للأسف خسرنا في البطولة هذه برضو، فراح نطلع حرتنا في اللوتر السبعة هذولا طبعا من الخطر انك تدخل عليهم في الغابات لكن على حافة الغابة لا بأس به. زي ما تشوفوا خذنا الرناو بشكل جميل جدا. الأسرة اثنين أسرة شيء جميل برضو. أخذنا هنا لوت. طبعا حاول إنك دائما تركز في البداية أن أعرف إن ما راح يكون عندك اللي هي كفين اليد، فأنت دائما حط حقة اليدين. شيك على الدروع زي ما تشوفون عندنا هذا الدرع أشوفه أنا بشكل أفضل من درعي. فهنا أخذنا الدرع درع زيادة والهود اللي هي القوذة هذه ثلاثة وهذيك حقت اثنين. فصرنا قاطعين الطرق. بشكلنا هذا نرجع المدينه اللي كانت جنبنا ونروح نبيع الاغراض اللي جبناها والاسرى وحاول انك دائما تكون على هذا الرتم في بدايه اللعبه راح تبدا تكرر شغلات كثيره يمكن تمللك لكن هذا هو ستايل اللعبه حاليا تقريبا معانا مبلغ لا باس به لكن عشان ما بدي اطول المقطع راح نبدا ناخذ جنود من الان ونبدا ندرب الجنود تقدر تاخذ جنود من اي منطقة لكن الصراحة انا انصح اللي هم منطقة العرب جدا ممتازين لان جنودهم الاوليين اقوى من اي جندي ثاني موجود في الفاكشنات الثانية. لكن حاليا بما اننا في هذه المنطقة راح نبدا نروح نلف جنودنا. طرق تلفين الجنود في كم طريقة جميلة. لكن شكل الحين دخلت ضد اثنين لوتر ف اوكي ضد اثنين لوتر. فلازم ندخل المعركة. الجنود عشان يلفلون لازم يشاركون بالقتال بنفسهم، لازم هم يقاتلون، مو انت تروح تقتلهم فلازم تتبع على هذه النقطة. ضغط قدامنا 14 شخص فاحنا راح ننطلق لحالنا نحاول نفرقهم عشان جيشنا يمسكهم واحد واحد. هذا تكتيك بسيط لك في البداية تقدر تستخدمه في حال دخلت جيش أكبر منك ما ودك تخسر جنود كثير. تحاول التكتيك انك تجي تركض من جنبه مو انك تشيل لكن زي ما تشوفون الان في مجموعه لحقتني ومجموعه ثانيه راحت تعطي امر الهجوم تحاول انك تنتبه لا تموت لان هذي مره قليل صارنا في المعركة زي ما تشوفون اثنين مننا ماتوا وواحد اصيب واثنين لبلوا فهذه هي اللعبة معارك تخسر فيها ومعارك طبعا تجنيد تقدر تجند من القرى وتقدر تجند من المدن كل ما زادت علاقتك مع الاشخاص كل ما سمحوا لك تجند بشكل اكبر زي ما تشوفون هنا لو نروح الركروت زي ما تشوفون اذا كانت علاقاتي مع الشخصيات هذه اكثر راح يسمحوا لي يفتحوا لي الحاجات الاخيره هذه واقدر اجندها زي ما تشوفون حاليا شخصيتي ما لبلت لكن انا مضطر اني امشي لان ما احتاج اقعد بشكل كبير في المدينه لان عندي جنود لازم ادفع لهم رواتب وعندي جنود لازم اكلهم حاول انك دائما قبل المعارك تلف الجنود وتتاكد انهم لفلين انا انصح انك تلفلهم لفل واحد فقط اللفل الثالث طبعا تقدر تضغط كليك يمين على الجنود وتقدر تشوف شجره المهارات وتشوف كيف طريقه لفهم وانت كيف ناوي توصلهم انا افضل انك توصلهم تير 2 تو او بالاقصى تير 3 عشان تحافظ على كثره جنودك وقلة رواتب طيب هذه طبعا راح تكون معركة ليل فبحاول اسكبها لانها ما راح تكون واضحة اتوقع في المقطع، راح تكون واضحة لي لكن في المقطع راح اتوقع انها ما راح تكون واضحة. لي. زي ما تشوفون المعركة هذه فزنا على عدد ضخم فزاد الريناو عندنا 2.6 والمورال زاد 1.8 طبعا للاسف اني نسيت اشرح لكم الريناو ايش فايدته لكن ذكروني الان اتذكر بس خلوني ناخذ البريزنر ثم ناخذ اللوت لوت جميل بما انهم كانوا عدد كبير فلوتهم جدا بطل طيب الريناو الريناو ايش تستفيد منه تستفيد منه الريناو في الكلان حقك حاليا الكلان حقنا تير زيرو فعشان توصل تير 1 لازم توصله 50 راح اشرح ان شاء الله باذن الله الكلام في مقطع خاص اشرح فيه الكلان بشكل عام وايش فائده الكلام طبعا تقدر تشوف هنا في القائمه اللي على اليمين تحت اللي هو الدبليو دبليو يعني ان معك شخص واحد مصاب ووندد وتقدر تضغط في الخريطه العامة الخريطه الكبيره اللي هي حقت الكامبين الت وتقدر تشوفها هنا برضو تقدر تشوف ان معك سبع اشخاص جاهزين للقتال واحد مصاب وزائد اثنين من السجناء ولازم تقعد على هذا الحال انك تقاتل فقط لوتر انا في البدايه فقط قاتلوا اللوترز وجمع منهم فلوس اسجنهم روح بيعهم خذ لوتهم وبيعه في البدايه راح تفرق معك بشكل كبير لكن في نفس الوقت حاول انك تسوي المهمات المهمات كثيره وفي مهمات زينه وفي مهمات ما هي بزينه الصراحه اللي هي الفاميلي فيوت انا ما احب الناس يقولون انها سهله لكن على حسب شخصيتك هل هي مقنعه او غير مقنعه في عندنا مهمات بسيطة مثل هذه يقول لك وصل الاغراض هذه للمدينة الفلانية، تضغط عليه تضغط تتكلم طبعا تقدر تشوف الشخص اللي معاه مهمات عن طريق التعجب زي ما شفت لكم شيء التعجب هو اللي الشخص هذا عنده مهمة او لا. طبعا تروح تكلم الشخص تخبره باسمك ثم تقول له اني سمعت انك تحتاج مساعده تبدا تتكلم معاه وتوصل لاخر نقطه راح يقول لك اعطيني 400 أربعمية... بعطيك 400 دينار في حال سويت المهمه تقبل المهمه تقدر تضغط الت داخل المدينه وتشوف مواقع الحاجات او مواقع الشخصيات اللي موجوده والاشخاص اللي عندهم مهمه زي عند هذاك الشخص عنده مهمه لكن مهمته تفهم الفيوت فحنا ما نبي كيف تعرف مهمتك تروح تضغط على الكوست وتقدر تشوف مهمتك هنا باللون الازرق وتقرا المهمه اذا انت ما المهمه راح تفهمها بشكل بسيط اللي هي راح تشوف في البداية اسم الشخصية اسم قريته بالترتيب ثم راح تشوفه يوصف لك شخص في المدينة الفلانية فأنت راح توصل الأكل أو الأغراض اللي معك لشخص ما في المدينة الفلانية هذه فنضغط على المدينة هذه وعليها تراك هي اوريدي لما تسوي المهمة نقدر نطلع هنا وتقدر تشوفون المدينة عليها الدائرة هذه مظللة فتقدر تشوفها من آخر المط ترفع خريطة فوق وتعرف وين المدينة هذه هي تقدر تحطها على القرى هذه اللي هي عن طريقة الدائرة الصغيرة هذه تضغط على الدائرة فيصير عليها خلاص ترك ما تقدر تشيلها، فاحنا رحلتنا للمدينه هذه، فنبدا الان رحلتنا للمدينه هذه ونبدا نسوي مهمات على طريقنا ونقاتل اللوترز ونبيع ونشتري الى ان نوصل المهم، في عندنا مثل المهمه هذه، المهمه هذه جميله وفي مهمات بسيطه دائما تقدر تسويها لحالك حتى دون اي جنود، فعندنا مهمه هذه العصابات انك في حرب بين عصابتين فتقدر تشارك فيها وانك تساعدهم في القتال، زي ما تشوفون حاليا اخذنا المهمه لكن المهمه هذه عشان نبدا نقدر نسويها قالت اعطينا ثلاث ايام فانت تقدر تروح توصل اغراضك للمدينه هذه وترجع لها خلال ثلاث ايام وتبدا المهم المعارك البسيطه هذه اللي هي انت لك الغلبه فيها ما يحتاج تنزلها ترسل سند تروب قد تخسر بعض الجنود لكن راح يلفلون عندك بشكل اسرع زي ما تشوفون هنا حاليا خسرنا صفر واصابه عندنا صفر لكن لفلوا عندنا جنديين فسند تروب هذه ممتاز جدا وراح تلفل عندك التاك انصح دائما انا ان يكون تقريبا ربع جيشك رومات اسهم افضل لك في القتال زي ما تشوفون وصلنا المهمه جتنا 400 وزادت علاقتنا مع الشخصيات اللي في المدينه هذه والمدينه الثانيه برضه حاول انك دائما في البدايه تشارك في بطولات تجمع فلوس عن طريق المهمات وتقاتل لوت عشان يعني تلفل جنودك وتلفل نفسك وتجمع من وراهم فلوس طبعا دائما انتبه للدخل عندك زي ما تشوفون حاليا دخلنا 27 وفلوسنا 2600 فامورنا زينه الى الان لكن راح يكفينا 19 يوم فشيء جميل لكن دائما تنتبه الحاجات هذه وتبدا شغال وتروح وتشتغل عليها على بال ما تنتهي مهمتنا هنا راح اشرح لكم كم شغله بسيطه في شغلات تقدر تجيب فيها فلوس لكن حاليا انا بالبداية ما انصح الا شخص يعني فاضي انه يتعلمها وانا صراحه ما اعرف لها بشكل كبير اللي هي التجاره طبعا قبل التجاره تقدر تروح تمسك الفلاحين وتشوف ايش يبيعون لك بعض الاوقات ترى يبيعون لك حاجات بسعر جدا ممتاز زي هنا يقولون راح نبيع لك 11 خيل ب 38 دينار اه شيء كويس اللي هو الاستمبر هورس لانه يزيد سرعته ويزيد عندنا طريقه الحمل لكن ما راح نستأجر. طيب على بال ما تنتهي مهمتنا راح اشرح لكم كم شغله بسيطه في الخريطه زي ما تشوفون القرى القرى كل قريه مخصصه لشيء زي ما تشوفون القريه هذه شكلا انها قريه متخصصه في الزراعه فتحط الماوس عليها وتشوفوا الخيار اللي تحت اللي هو برايمر برودكشن جرين اللي هي راح تنتج لك الجرين، وتقدر تشوف القرى الثانيه هنا في قريه تنتج لك الاوليفز اللي هو الزيتون، وفي عندنا هنا سيلفر اور وهنا تنتج لك الكو اللي هو البقر، فكل قريه متخصصه بشيء، طبعا الاسعار في القرى تكون ارخص من المدن انك تقدر تشتري من القريه بسعر ارخص من المدينه، تشتري من المصدر نفسه. وفي طريقة أيضا أنك تقدر تشتغل بالتجارة نقدر نروح مثلا المدينة هذه القرية هذه نروح نشتري الموارد اللي عندها فزي ما تشوفون بالماوس تحط على الجريد بالنسبة للأسعار زي ما تشوفون حاليا السعر عندنا هنا ذهبي أو أصفر فهو سعر معتدل السعر أحمر أحمر فإنهم يبيعون لك بسعر أغلى من المعتاد والأخضر الأخضر إي هذا هو عندنا الأخضر فإنك راح تبيعه أنت بشكل جدا ارخص من المعتاد، زي ما تشوفون عندنا الجرين هنا احنا راح نبيعه بستة لكن نقدر نشتريه بعشرة فهي تتطور مع التجارة وعلاقاتك مع اهل المنطقة. فحاول انك دائما تبيع بسعر احمر واصفر وتشتري بسعر اخضر، وفي نفس الوقت تقدر تحط الماوس على اي مورد وتقدر يقدر يقول لك ان المورد هذا راح ينباع ثمانية 58 بالنسبة لك، لكن في اشاعة انه ينباع في المدينة الفلانية بسعر الفلاني، زي ما تشوفون الجبنة هنا تنشر ب 58، لكن يقول لك في اشاعه انها راح تنباع في المدينه الفلانيه ب 31، فما تسوى، وهذه دائما ما تضبط 100%، فانها اشاعات، فلا تتاكد منها 100%، وحاليا انت في البدايه ما ودك تخاطر بمبالغ ماليه كبيره، ودك تحافظ على مواردك، فت لكن تقدر تستفيد منها انك الموارد اللي تسرقها من اللوترز، تقدر تبيعها، يعني زي احنا عندنا، عندنا المورد هذا فقط هو بدايه اللعبه، الموارد هذه كلها جبناها من وين؟ جبناها من اللوترز وحنا نجمعهم فنقدر نبيع الموارد هذه فزي ما تشوفون هنا اقدر ابيعها انا للقريه الفلانيه هذه بالسعر الكويس هذا فنبيع البيره ونبيع الديت راح يعطينا 137 مبلغ جميل وتقدر تشتغل بالتجاره بهذه الطريقه ان شاء الله باذن الله راح يكون في مقطع خاص للتجاره لان التجاره شوي معقده في اللعبه لازم تعرف الدول ايش هي الموارد اللي عندها والحروب ايش راح تحتاج موارد وكيف تنتقل من مدينه لمدينه لكن حاليا راح انصح انكم تتجنبون التجاره في البدايه لانها ما هي ذيك الكويسه فيها مخاطره كبيره طبعا حاليا احنا مهمتنا جهزت فانا بنروح ننتقل خويتنا عشان نبدا نقاتل العصابة الثانيه اوكي اوكي هذا شغل العصابات عصابتنا تتقدم عشان نواجه عصابتهم خلصنا المعركة خلنا ريناو وراح ناخذ مبلغ مالي منها هذه هي زعيمة الإصابة خلصنا المهمة أعطتنا 470 زادت علاقتنا معها حاول دائما لا تسوي مهمات جرامية كثيره، لان في حال اذا انك سويت مهمات جرامية كثيره راح يتم منعك من دخول المدينه، زي ما تشوفون عندنا هنا حاليا الشخصيات اللي موجوده في المدينه ترى ما هي شخصيات ثابته، مو مو شخصيات. ما هي متساويه كلها، في زي ما تشوفون عندنا هذا الشخص حط عليه الماوس هذا فنان، نشوف هذا هذا تاجر 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 زعيم عصابة، زعيم عصابة، زعيم عصابة، فحاول انك لا تكثر مهمات العصابات، حاول انك تنوع دائما عشان اذا كثرت مهمات العصابات راح يتم منعك من دخول المدينة. زي ما تشوفون التجار اللي في الطرق تقدر تروح تكلمهم وتشوف ايش يبيعون وتقدر تشتري منهم اغراض بسعر ممتاز جدا، وتقدر تاخذ منهم الاشاعات اللي هي بيع المناطق وين تلقى او بيع الاغراض وين يكون افضل. نقطة على اول شيء تقريبا هذه الاسعار اللي عندهم، الاغراض اللي تقدر تنباع. اللي يبيعونها ويقدر يبلغك هنا الان اللي هو السعر انه هو شاري الشغل هذا الفلانيه من السعر الفلاني وراح راح يبيعها بالسعر الفلاني في المدينه الفلانيه فتقدر تاخذ معلومات من عندهم وتقدر تهاجمهم لكن ما انصح انهم في البدايه انت على بدايتك راح تكون جدا ضعيف وتقعد على هذا الموال لوتر مهمات بطولات وتبيع طبعا في حال انك قابلت قريه خيول انصح انك على الاقل تاخذ انتم كرامه حمار او حمارين في البدايه لك سعة الحمل عندك زي ما تشوفون عندنا 370 فناخذ اثنين راح يصير عندنا 570 يعني في البداية راح يفيدك بشكل كبير انك تقدر تشيل لوت بشكل اكبر طبعا عددهم 29 وحنا 18 فلازم نقسمهم نروح نقدر نفر عليهم من ورا عشان يقل عددهم وجنودنا يقدرون يشيلونهم زي <applause> ما تشوفون بما ان عددهم كان كبير فريناو وعندنا زاد بشكل كبير. طبعا في بعض اللوترز راح يكونون معاهم اسرى. الاسرى حقينهم راح تقدر تضمهم الجيش. لكن حاليا بزنت ما راح نحتاج احنا بزنت ابدا نبغى جيشنا حاليا يكون شوي جيش مرتب. طبعا انا بديت فعل هذولا اللي هم الامبريال لكن تقدر تبنى انت تبدا انت مع اي جيش. جيش كبير فالوت كبير اكيد. طيب حاليا الى متى اقعد اسوي هذه الحاجات؟ طبعا في طرق كثيره الى متى. في ناس تبغى تبدا على طول تدخل مع دوله، في ناس لا. تقعد على طول تسوي هذا السيناريو. لكن نصيحتي انا، حاول انك تقعد تمشي على هذا السيناريو الى ان توصل تقريبا نص تير اثنين، جمع لينا وعنا. تحاول برضو انك توصل جيشك 50 توصله 50 40 ما بين 40 وما بين 50 جندي وتحاول انه يكون 40% 50% الم... منهم نصهم اقل شي انهم يكونون تير 2 او تير 3. طبعا التير كيف؟ تعرف عن طريق هنا. هذا هو شرطه واحد شرطه اثنين شرطه ثلاثه. تحاول انك دائما اقل شي يكونون كلهم شرطه ثلاثه. الى هذا الوقت توصلهم الى تير 3 50 جندي تقريبا ثم بعدها ننتقل للمرحله اللي بعدها المرحله اللي بعدها ان شاء الله راح تكون في المقطع الجاي وهي طريقه انضمامك للدوله وكطريقه مرتزق بالنسبه لك والمبلغ حاولك دائما يكون مبلغ ما ينقص عن 3000 4000 دائما دائما خاصه لو وصلت 50 حاولك ترفع بشكل اكبر فتحتاج انك تدخل مهمات كثيره تدخل لوتر بشكل اكبر فنتمنى اني شرحت كل شيء بالمقطع هذا وطريقه البدايه وكيف تجيب فلوس في البدايه وبس هذا اللي كان عندي كان معكم محمد قبل راح من قناه ريبير ليجن اذا في شي فوتته او في شيء ما انتم عارفينه اسالوا لي في الكومنت باذن الله راح اجاوب عنه واذا ما جاوبت عنه تقدر تدخل علينا في الديسكورد وفي عندنا شروم خاص شات في مونتد بليد تقدر تسال الكل راح اجاوبكم ان شاء الله بس سلام عليكم